أولاً إبرام الرئيس نمرة اتنين البرلمان يصادق البرلمان يوافق على المعاهدة نمرة ثلاثة يحدث استفتاء نمرة أربعة مصادقة ما حدث الآن هي الخطوة الأولى فقط هي الإبرام يعني فضلنا ثلاث خطوات الرئيس لم يصادق حدث توقيع من رئيس الوزراء المصري وولي ولي العهد السعودي الخطوة الأولى حدثت لنا ثلاث خطوات